فرد لبوكس ذات التسوية. شاهدوا كيفية الخلط، حيث نلاحظ أن قمنا بصب أيضا الرمل السيليكا مع الإيبوكس ذات التسوية، حيث تجد جميع معلومات الخلط مكتوبة في العبوة والكميات المناسبة مكتوبة أيضا في العبوة، ولا توجد علاقة أساسية أو علاقة ثابتة نعطيها لكم لكيفية الخلط. بعدها نترك الإيبوكس يرتاح لمدة 5 دقائق أو 4 دقائق حسب حرارة الجو، وبعدها نقوم بتوزيع الإيبوكس على الأرضية. شاهدوا كيفية التوزيع. الآن نذهب إلى تجهيز طبقة الخلفية للإيبوكسي الميتاليك، حيث نقوم بتلوين اللون المناسب لتجهيز الطبقة.